اسم حضرتك؟ عبير السيد عرف. أنا أستاذة عبير. حضرتك عرفتي المهرجان هنا عن طريق إيه؟ أنا كنت حضرت معرض هنا في الكنيسة من شهرين كده وبقيت متابعة بقى، تابعت على الصفحة فعرفت أنتوا بتعملوا مهرجانات كتير، والمكان جميل ما شاء الله. يعني إيه رأي حضرتك في اليوم النهاردة؟ والله أنا شايفة اليوم حافل جميل، خصوصا الورش اللي معمولة. أنا كان نفسي أحضر ورشة بس أنا ملحومة بلحقش، بس اليوم جميل وما شاء الله في دعاية حلوة، الناس داخلة طالعة، في حيوية كده في المكان. ممكن تكلميني في دقيقة الأشغال منتجات حضرتك؟ بصي أنا منتجات طبيعية هاند ميد، بعمل محافظ رجالي، محافظ حريمي، شنط، اكسسوارات جلد. بصي انا بحب كل حاجه فيها فن، فانا بحس وانا بشتغل كده ان انا بطلع قطعه فنيه، يعني جلد صماء كده، جلده صماء، فبطلع منها حاجه انا ببقى فرحانه بقى بتخص. شنطه، محفظه، اكسسوار، حاجه لونها كانت فاتحه اتصبغت، اتظبطت، اتخيطت بالايد، بقت حاجه. فدي منتجاتي. حضرتك شايفه مستقبل العارضين بتوع الهاند ميد عامل ازاي؟ والله انا شايفه ان في تطور، في اهتمام في البلد بالهاند ميد بالذات، وكل مدى بيفتحوا لنا اسواق، بيفتحوا مجال للهاند ميد. انا شايفه في تشجيع كبير الحمد لله، وانا عن نفسي انا بحب بشجع لحد بيعمل حاجه بايده، دي حاجه كويسه جدا، خصوصا الستات يعني بيشقوا بيتعبوا بيطلعوا منتج كويس وهاند ميد وعلى كفاءه اولى من المستورد. يعني انا شايفه ان احنا ما شاء الله بننافس المستورد ويمكن احسن كمان. اسمك ايه؟ فادي فهمي. يا فادي قول لي انت عرفت المهرجان هنا عن طريق ايه يا فادي؟ مهرجان هي اصلا اختي بتعرض هنا، تمام؟ فانا عملت مشروع تمام، وقلت اجي اعرض هنا، وكمان سوق التسويق هنا حلو جدا وفي المنتجات بيشتروا مننا كمان، تمام؟ وهنا اصلا احنا على طول بنيجي هنا. تمام. طب ممكن بقى يا فادي تكلمني عن المنتجات بتاعتك بقى عباره عن ايه وبتعملها ازاي؟ عباره عن برانيت، هي عباره عن كرتونه وقماش بغلفهم، والورد ده بيتباع بره بس انا اللي بعمله وبحط الفصوص دي، تمام؟ والريشه دي بيتباع متر ب10 جنيه، وانا اللي بعمل كل الحاجات دي، اختي بس بتعمل لي المقاسات. مبسوط النهارده؟ جدا. ايه رايك في اليوم؟ حلو، وفي تصويرات والمعرض بجد هنا حلو جدا. اتعرف على حضرتك، اسم حضرتك؟ محمود يا فندم. انت عرفت المهرجان هنا عن طريق ايه؟ الجروب يا فندم. ايه راي حضرتك في اليوم النهارده؟ النهارده اليوم جميل جدا، وكمان الرواد زي ما حضرتك شايفه مدين المعرض، وكمان التسويق عندي شغال، الله ينور الحمد لله. ممكن تعرفنا على المنتجات بتاعتك يعني في دقيقه كده؟ ودي بساكت، الباسكت برده بيبدا من 50 وطالع، عشان احنا برده عاملين عشان ايه؟ علشان الزباين يعرفوا برده مكاننا ويعرفوا ان احنا ايه برده بننزل الاسعار. تمام. احنا طبعا ده ورد، دوت ورد ابا عن جد، اخدها طبعا دي ورثه ابا عن جد، منسق زهور، وتيوك برده نعملها برده بايدي وصوف. يعني انت شايف ايه مستقبل العارضين قدام يعني في المستقبل؟ ان شاء الله مستقبل باهر طبعا، ان شاء الله، وان شاء الله هنبقى احسن، وكمان المعارض هتتطور تبقى احسن برده.